اهلا بحضراتكم من جديد. الف مبروك على حضراتكم هذا الفوز الكبير للنادي الاهلي والثلاث نقاط كبيره وغاليه جدا رجعتنا ثاني للمنافسه على افريقيا باذن الله كالعاده. يعني نورني وشرفني ضيف الكريم الكابتن سمير عثمان حكم الدوري السابق، ارحب بيه عشان نتكلم في النقاط التحكيميه. كابتن منور الدنيا يا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. انت لفت نظري حاجه، ما حدش قال له مبروك على كاس العالم. المدرب بتاع النادي الاهلي كان لازم برضه يركون، بس اكيد نسيوا مع فرحه الفوز يعني. نسيوا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حالات تحكيميه ايه اخبارها النهارده؟ والله والنهارده ضربه الجزاء. ضربه جزاء؟ لا 100% 100%. وبدايه طبعا طاقم الحكام الجزائري النهارده ده طاقم حكام جديد من الشباب الحكام الدوليين طالعين في الجزائر. تمام. بعد الجيل بتاع محمد بن نوزة وجمال حيمودي النهارده ادار اللقاء بسهوله، وواضح انهم بيلعبوا مع بعض كتير في الدوري الجزائري. كان في تفاهم جامد جدا بين الحكم والمساعدين اللي معاه. ومن وجهه نظري انا اللياقه البدنيه ساعدت الحكم النهارده لمصطفى غربال. انا النهارده اول ما اشوف الطاقم، اول مره اشوف الطاقم الحكام ده لعبوا مباراه كويسه، لياقة بدنية عالية جدا، ساعدته على حاجات كتيرة. مع مرور الوقت طبعا هيكتسب الخبرة المطلوبة. النهاردة ما عندناش طبعا صور الاحتفالات نتفرج عليها، بس اعتقد المشاهد لسه في ذهنه المباراة. النهاردة هو عمل كرة كانت فيها اتاحت فرصة كويسة كانت لصالح النادي الاهلي، في كرة تانية لصالح النادي الاهلي كانت في نص الملعب، لو كان ادى اتاحت فيها فرصة برضه تبقى شكله افضل في الملعب. بس ده طبعا كابتن ميدو بيجي بمرور وقت المباريات الافريقيه، اللي انت عارف الحكم زي اللعيب اما يلعب مباراه محليه يختلف تماما غير اما يلعب مباراه دوليه او افريقيه. تمام. ده مع مرور الوقت اعتقد مصطفى ده هيبقى حكم من الحكام الكويسين. الكابتن شطه شكر فيه كمان النهارده مع التليفون، قال لي حكم الحكام اللي له مستقبل كبير في التحكيم. طب كويس. الحمد لله. هو النهارده كان مصطفى غربال الجزائر، مكران جوادي، ابراهيم الحملاوي. انا بصراحه طاقم الحكام شايفه كويس، بس انا شايف نجم اللقاء هو مساعد الحكم الثاني ابراهيم الحملاوي. كنت فاكرك هتقول لي وليد ازار. لا خلينا في الحكام يعني. ماشي. ابراهيم الحملاوي اللي هو مساعد الحكم رقم اثنين عنده كورتين يا كابتن ميدو غايه في التالق والتركيز. اول حاجه لو المشاهد يفتكر كده بهدوء الانفراد اللي بتاع ازارو اللي في نص الملعب. تمام. انفراد صعب جدا جدا جدا. انت عارف الانفراد في حد ذاته بيبقى صعوبته 70% 80%. تمام. بس لما بيبقى بعد خط منتصف الملعب بيرضى او يرضين بيبقى صعب جدا. بالظبط. النهارده الحكم بالظبط حضرتك فاكر الكره اللي جري بيها ازارو من نص الملعب. ده لو حكم مش واقف صح او مش مركز بطريقه سهله جدا يروح رافع الرايه. لا الراجل ده تأنى لان واضح انه مركز. الكرة دي كان مهمة جدا. بعد كده التألق بقى اللي أكد إن الحكم ده هيبقى له موهوب حكم مساعد اللي هو إبراهيم الحملاوي. أتمنى طبعا يكون اسمه مظبوط لأنه حكم مساعد رقم اثنين في الهدف الثالث للنادي الأهلي، لأن دي كورة عبرت خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة عشان هو بركز برضه وبيلعبوا من غير أي تقنية ولا في تقنية الفار بيلعبوا بيها. هدف إسلام محارب. بالظبط. طبعا دي اللقطه يعني بنحاول نجيب الهدف. طبعا هنا اللقطه هنا احنا ممكن شايفينها كويس، بس مع الحكم المسافه حوالي 45 متر برضو بعيد عن مساعد الحكم، بس هو مركز قوي في الكره ومركز شايف، هو واخد زاويه، هو لو وقف على الخط مش هيشوفها عشان القايم الشمال طبعا هيبقى ساتر عليه، انما هو واخد خطوه قبل القايم فقدر يشوف انها معديه. هنا الحكم بيلعب من غير تقنيه الفار، بيلعب من غير تقنيه الكره الذكيه اللي بتعبر خط المرمى من القائمين تحت العارضه، فطبعا كان قرار الحكم. عندنا بركه يا كابتن احنا. نعم؟ عندنا بركه. البركه طبعا. البركه معديه بس ما كانتش موجوده في كاس العالم، يعني برغم يا كابتن ميدو التقنيه العاليه اللي لعب بيها الحكام في كاس العالم، انما برضو كان في سلبيات كتيره جدا. في ظلم باين. وغيرت نتيجه المباراه يعني في اخرها في مباراه النهائي فرنسا وكرواتيا ضربه الجزاء دي طبعا. لا لا خالص انا مش عارف ازاي بصراحه. وخلي بالك الحكم سيبني ساكت. بص يا كابتن ميدو الحكم الارجنتيني ده حكم موهوب، يعني حكم عنده كوره عشان كده ما حسبهاش، بس لما استدعاه الفار طاقم الاستوديو اللي هو الفيديو اسيستنت ريفري اما طلع بره هم اللي قالوا له ابص عليها مره ومره وثانيه. يا كابتن هو اللي خد القرار. طبعا هو واخد القرار. طيب. بس في مباراه زي دي يا كابتن انت كحكم كوره ما هتصدق اي مساعده خارجيه تجيلك، خاصه لو كوره حضرتك شاكك فيها، لو انت شاكك فيها هيمشي بنسبه كبيره معاهم. وعلوان الجول اللي انت بتفتح لي في حاجه كده يعني. يعني الكوره جت في ايده، في ايد الراجل بتاع كرواتيا، ورا الراجل بتاع كرواتيا مدافع تاني من كرواتيا، يعني ما كانش لها تاثير. مفيش اي تعمد خالص. انا مش عارف. والهدف الاولاني برضو الهدف غير انه بقى تسلل. لو نرجع بقى في بدايه الكوره هو مش ما فيش خطا اصلا، يعني مفيش خطا اصلا على اللعيب بتاع كرواتيا. لا خلاص. وبعد كده بقت فيها تسلل. تسلل واضح جدا. الجولين دول غيروا نتيجه المباراه. مش تسلل صح. لان الراجل متسلل طالع. طبعا مظبوط. تسلل متداخل في اللعب. طبعا صح. تسلل.
مع دي احنا بنقولها بقى بالرغم ان في تقنيه فيديو عاليه انما برضه في ايه اخطاء. احنا اسفين يا جماعه خرجنا بره السياق، لكن هو كابتن سمير بقى يعني انا كان نفسي كل حاجه كانت لازم نقولها، ده كاس عالم طبعا يغطي على اي بطوله. فالنهارده الحكم مصطفى عمل مباراه جيده تمام. النهارده حسب حوالي بس خطأين بس لصالح النادي لصالح فرقه تاونشيب في الشوط الثاني، انما معظم الاخطاء كانت لصالح النادي الاهلي، وده ان دل يدل على الكره برده القويه والخشنه اللي بيلعبها الفريق البتسواني عشان يحد برده من خطوره النادي الاهلي. في فاول مع حسام عاشور انا اعتقد ان هو كان عايز بطاقه حمراء، لا هو مش متوصلش الحمراء، كانت اعلى درجات يعني التهور. شفتها؟ اه شفتها اه طبعا. ده ضربه من غير واثرت معاه جامد طبعا. النهارده هو استخدم الكروت الصفراء بدايه بسرعه شويه في الشوط الاول بس كانت كلها في محلها. في الشوط الثاني برده في كارتين كان ممكن يطلعهم، انما كاجمالي مباراه المباراه اتسهلت له بسبب طبعا سلوك اللاعبين كان ممتاز رائع النهارده. ما شفناش اي خلال 90 دقيقه كابتن ميدو ما فيش اي اعتراض على قرار الحكم، وده شيء بصراحه ايجابي جدا. اعتقد ده بسبب رئيسي بسبب السلوكيات اللعيبه شافتها في كاس العالم. لعيبه اللي شافت السلوكيات في كاس العالم كان نادرا لما تلاقي في بعض الاعتراضات على الحكام، نادر. ولو كانت في برضه كان بطريقه كويسه. فاعتقد برضه كاس العالم هيمشي شويه مع اللعيبه وممكن يغير في بعض سلوكياتهم ان شاء الله. هو كان يعني كاس عالم نجح من كل النواحي بصراحه. بصراحه رائع يعني، حاجة الواحد جميلة. زعل انه ما خلص بصراحه، ما فيهوش كان كل يعني يوم عنده وجبه دسمه بيتفرج عليها، حتى لو مش هيتفرج يقول لا في بعد بكره في مباراه مهمه نتفرج عليها. يعني سبحان الله كمال لله وحده، لكن ما تقدرش تطلع فيه غلطه. يعني الغلطه الوحيده لما نزلت او نزل مشجعين في الاخر، وحتى كمان الجمال الحضاري بتاع المصورين ما حدش اساسا جابهم. برافو عليك، هي دي مش حد جابهم. برافو عليك، هي دي النقطه. يعني انا سعيد ان حضرتك بتقولها، احنا ما حسيناش بيها. بالظبط، يا دوبك الكاميرا جت عشان كانت لايف، بعد كده بعدوا عليهم خالص. يعيد لك بقى في كره ثانيه عبال ما خرجوهم، وبرده خرجوهم بطريقه كويسه. وبعد كده الراجل استكمل المباراه وما فيش اي نوع من انواع الاعاده عمل الثاني. بالظبط، يعني احنا ده كنا شيء هنا مش بلاش هنا. يا في الدول العربيه يعني بعض الدول العربيه يعني كنا نقعد نصور. لا وبعد كده بقى تلاقي الناس نسيت احداث المباراه يجيب لك اللقطه دي. طب ده احنا عندنا 99 ايجابيه، يعني حتى لو في حاجه سلبيه مش مشكله. بالظبط، وطبعا كان كاس عالم نجح من كل المقاييس بصراحه. يعني دي ابرز الحالات التحكيميه يا كابتن. اه بالظبط، هو الراجل نجح النهارده، مباراه سهله، النتيجه سهلت له، اللياقه البدنيه بتاعته عاليه، في تفاهم مع المساعدين، في سلوك لعيبه محترم، لازم المباراه تنجح مع اي حكم بصراحه. اي التقنيات اللي بيستخدموها بره او اللي استخدموها في كاس العالم الفيديو اسيستد ريفري الفي ار دي متنقله ولا ثابته؟ بمعنى الادوات؟ لا دي طبعا المعدات. اه كويس، الاتحاد الدولي محدد 6 شركات حول العالم بس هم اللي يستخدموها. ولازم تبقى كاميرا محايده. يعني ايه كاميرا محايده؟ دي ما تبقاش تبع نادي. لا دي تبع الاتحاد. تبع الاتحاد، حتى مش تبع التلفزيون. لان ليها مخرجين، ليها ضبطه كاميرا معينه تتحط في الملعب. اعتقد انها صعب تتطبق في مصر دلوقتي. لا انا قصدي الحجرات اللي بنشوف فيها المعدات الاستوديو دي. الاستوديو ده نفسه ده ثابت ولا متنقل؟ لا ده الاستوديو يا كابتن ميدو ثابت في الاستاد بالمعدات اللي فيه. يعني كل استوديو فيه اوضه بتاعت الفار اللي هي الفيديو اسيستنت فري. ده متكونه من فيديو اسيستنت ريفري. احنا يعني احنا عندنا ريفري ده الحكم. تمام. الاسيستنت ريفري. اوكي ماشي. الاسيستنت ريفري ده مساعد الحكم. فيديو زودوا حاجه بقى فيديو اسيستنت ريفري، عشان كده بيقولوها مره واحده ايه الفار. الفار تمام. انما بره بيقولوا عليها في اي ار، يعني كل حاجه برضو بتختلف. يعني بفندنها في اي ار. بالظبط. فده لا ده الكاميرات موجوده في الاستوديو اللي هو موجود في الاستاد. لو كنا نتفرج بيبقى فيه 3 حكام عباره عن حكمين ساحه قاعدين في الاستوديو وهم حكم مساعد. بيبقى وراهم يا كابتن ميدو في حكم رابع. الحكم الرابع ده حكم من حكام بتوع المونديال. ده بيبقى يعتبر زي المخرج اللي يقول لهم لا بصوا على الكره دي، عيدوا الكره دي. ده فيلم كبير. فيلم كبير بس انا كنت يعني انا كان وجهه نظري لازم الحكام يا كابتن دول اصلا الحكام اللي بتوع الفيديو دول رايحين فقط للفيديو. يعني دول مش هيشاركوا في البطوله. يعني مش هيشاركوا في اي نوع، هم رايحين كده ولا هيتمرنوا ولا حاجه. دول مختارينهم كده، دول مختارينهم ك تصنيف تاني. لان التصنيف الاول هو الحكم اللي بيلعب. تمام. انا هسالك سؤال دلوقتي، ما عندك أنا واحد انا فاهم انت عايز تقول لي، بس قول لي عشان الساده المشاهدين. عشان الساده المشاهدين لازم هيفهموا اللي انا بقوله. كان لازم اللي بيبقى موجود في الاستوديو ده واحد خبرته اعلى من اللي جوه. بالظبط،
ده لانه ده اخطر واحد صاحب قرار. برافو عليك. لان ده ما يحملش الحكم خلاص بيقول له دي وجهه لا اصل هو في قانون كره القدم يا كابتن 17 ماده بيقول لك اذا كان في راي الحكم، انما كان لازم اللي في الاستوديو يبقى واحد عنده خبره اعلى من اللي جوه مقنع للحكم. بالظبط. يعني ما تنفعش يا كابتن انت كلاعب كوره لعبت دولي وفي انديه كبيره ما ينفعش واحد بيبقى اقل منك مستوى هو اللي يكاتشن عليك. ما هتبقى صعبه، انت مش هتبقى مقتنع باللي بيقوله. فهنا اعتقد كان الاتحاد الدولي واعتقد الفتره الجايه هياخد باله منها، لازم اللي بيبقى في الاوضه دول لازم يبقوا على مستوى عالي جدا من الخبره. انا كنت اتمنى ممكن يجيبوهم من الحكام المعتزلين. ليه لا؟ اصل هو مش بيبذل مجهود، ده بيتفرج على كوره. والدليل على كده يا كابتن في الحاجات التثقيفيه للحكام لما بتتفرج على مين اللي بيحلل حكم قديم زي مين اللي بيحلل المباراه في الدوري. مش جري، انا اتفق معاك تمام، مفيش جري، ده بالعكس موضوع خبرات بس. برافو عليك. هي دي الكلمه. خبرات. اعتقد الاتحاد الدولي كان ركز فيها شويه. اعتقد كان ممكن يوصل لنقطه زي دي، يجيب ناس من لعبوا كاس عالم اللي هم مشهودين بالكفاءه. مش محتاج جري، احنا محتاجه خبره وتراكم ماتشات عندك في الذاكره بتاعتك تقدر تحسب الكره وتقدر تساعد الحكم اللي جوه. يعني تفتكر يا كابتن سمير المستوى التحكيمي اللي ظهر بيه الحكام الحكم الجزائري النهارده مصطفى غربال، ده هيستمر المستوى التحكيمي ده؟ يا رب. ولا برضه في الاخر هنتفاجئ بحاجات غريبه؟ بص يا كابتن هيستمر لسبب بسيط. النهارده مصطفى بيلعب ماتش جامد. خلي بالك الماتشات بتاعت مصر اي حكم بيجي افريقي بيلعب للاهلي او الزمالك ده ماتش مهم جدا ليه. بالظبط. يعني هو خلي بالك في وسط الحكام تلاقيه سعيد، يعني ممكن طقم الحكام الجزائريين جالهم ماتشين ثلاثه. بالظبط. اهم ماتش ليهم هو الماتش اللي في تونس او في ماتش في مصر. بالظبط. وكمان اما مصر يلعب للاهلي او للزمالك ده زمان البلد كلها بتتفرج عليه. يعني انا بقول لك عن ثقه، يعني لما كنا بنلعب بره في الدول العربيه ما بتصدق تلاقي في فرقه كبيره بتلعب لها زي الترجي زي النجم زي الجيش الملكي وهكذا. الراجل ده طبعا عمل مباراه مهمه في وسط الجمهور برضو مصر والنادي الاهلي نجح فيها، اعتقد دي هتدي له دفعه، واعتقد خلال اسبوعين او ثلاثه بالكثير الطقم ده هيتكرر في مباراه افريقيه جايه ان شاء الله. يعني نتفائل. لا انا سعيد طبعا بالطقم ده وكمان بعد الحاجات الحالات اللي مسكوها الاتحاد الافريقي للتحكيم الحكام المتلبسين بالرشاوي والبلاوي السوداء اللي احنا شفناها دي. للاسف في مجموعه فيهم انا كنت اعرفها كويس وحكمت معهم قبل كده، بس اللي يمكن كنت اتخيلهم وحكام برضو في مناصب كويسه في بلدهم، في دكتور في مهندس، بس حاجه تحزن بصراحه. الفلوس بتعمي، الفلوس يعني السمعه احلى. احنا الحمد لله رب الحمد لله. يعني مش عايزين نتكلم بقى عن موضوع الفلوس بقى، خلي الكلام بيني وبينكم. فلوس كتير يا كابتن. كابتن سمير شكرا جدا. شكرا كابتن ميدو، متشكر على حضرتك. ان شاء الله دايما معانا كده ودايما مبسوطين ودايما فرحانين ودايما الاهلي دايما في العالي. وانا قلت لحضراتكم اشكر طبعا كابتن سمير يعني الحكم الدوري السابق على هذه التغطيه المميزه، مع ان احنا معناش حاجات فيديو لكن حاولنا نوضح على قد ما نقدر. شكرا جدا كابتن سمير. شكرا. قلت لحضراتكم في الاول ان الاهلي لا يعرف المستحيل، سهوله الماتش صعوبه الماتش احنا ما فيش الكلام ده خالص، لكن الحمد لله الاهلي اقنع بنسبه 70% النهارده مع باتريس كالترون الجماهير ان في حاجه ان شاء الله مميزه جايه في الطريق، وان شاء الله الاهلي يتخطى عقبه الفريق البتسواني مرة تانية إن شاء الله في المباراة القادمة. كل التوفيق وكل الأمان للنادي الأهلي، وألف مبروك دايما ليكوا ودايما حما النادي الأهلي. نوروني وبتشرفوني وتصبحوا على ألف خير.